طيب، فيما يتعلق أيضا بالعلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، ما هي فرص انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي؟ نعم، منذ 2019 حقيقة هناك قرار صادر عن المجلس الاتحاد الأوروبي بتعليق هذه المفاوضات لانضمام تركيا إلى الاتحاد، وبسبب ما وصفه المجلس بتراجع على التأييد الداخلي بما يخص حقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى آخره. الآن نحن نرحب بالتصريحات من قبل السلطات التركية بما يخص الإصلاحات والخطوات بهذا المجال، وهي يجب أن تتماشى طبعا مع خطوات على الأرض. فنحن نتمنى بأن سيكون هناك تقدم في هذا المجال.